على مشارف محافظة عيون الجواء أو ديار بني عبس تستقبلك صخرة عنتر بن شداد، صخرة ليست كغيرها، فأماكن العشاق لها عبقها الخاص، صخرة في ظلها تهامس عاشقان لتشهد أجمل أشعار فارس الجاهلية في عيون ابنة عمه عبلة بنت مالك. يا نار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. في الجانب الغربي لقصيباء تستريح أطلال قصر عنترة، وعند أقدامه تطالعك عين ماء لا تزال تحمل اسمه، لتمتد أمام القلعة ساحة كبيرة شهدت حروب الماضي. هي مكان أو تعني رمز الحب والعشق لمنطقتنا، لأنها مكان التقاء الحبيبين عبلة وعنتر، الذي هام بها عنتر واضطر إلى أن يسير أكثر من 50 كيلو تقريبا يوميا للقاء تلك المحبوبة. ذاكرة المكان لا تزال تحتفظ بقصة حب أغنت الشعر العربي بمعلقات عنتر بن شداد، بقايا آثار تذكر بالشاعر الذي لم تثنه الحرب عن الحب. كانت قصيبة غنية بالمياه، حيث أن فيها 7 عيون طبيعية، منها عين عبس المسمات على القبيلة نفسها، فنزلت قبيلة عبس، وفي هذه الأثناء قامت حرب داحس والغبراء، مما أدى إلى بقاء القبيلة أكثر من 40 عاما. حيكت حولهما قصص وحكايا، حكاية ذكرت أن عنترة كان يربط حصانه في أسفل الصخرة ليسمع محبوبته عبلة أحدث أشعاره، أشعار حفرت عميقا في قلوب العشاق على مر الزمان، تحولت معه الصخرة إلى مزار بات يجتذب أزواجا كثيرين في زيارة من شأنها جلب الحب لهم ولأحبائهم.